سمبوسك بس في الشوايه، وهنعملها بالخبز المكسيكي. فوصفه لذيذه كده هقول لكم عليها دلوقتي حالا ازاي بتتعمل. عشان نعملها عايزين خبز المكسيكي، الخبز التورتيه طبعا ده، وعايزين للتقديم مايونيز وكاتشب، عايزين 2 صدر دجاج مقطع صغير، وعايزين بصلة، 1 كوب فلفل ألوان، ملح وفلفل، 1 كوب مشروم، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة زعتر، 200 جرام جبنة شيدر، ويكون قطعة كاملة كده علشان نقدر نحطه زي ما هو، نقطعه براحتنا يعني. وعايزين الشواية، الجبنة مش موجودة، الصيام عامل عمايله النهاردة. طيب هناخد شوية زيت ونحطه كده هنا، نتنزل شوية شوية معلش. هناخد بقى دلوقتي البصلة، والأهم حاجة البصلة والفراخ، نعملهم كده في السريع. نحط البصلة، نقلبها بس كده شويه، وبعدين الحشوه يا جماعه اعملوها زي ما انتوا عايزين، اللي انتوا حابينه هي، بس انا عايزه اوريكم ازاي بنعمل يعني ازاي فكرتها علشان خاطر تغيروا انتوا في الحشوات زي ما تحبوا. هنحط بقى دلوقتي بس كده تقليبتين البصلة. تمام، ناخد بقى دلوقتي الفراخ اللي عندنا ونحطها كده هنا. ونسويها. هناخد بقى دلوقتي التوابل اللي عندنا، شوية ملح، شوية فلفل، وعندنا كمان رشة زعتر ورشة بابريكا، ادي الزعتر وادي رشة البابريكا. طيب دلوقتي يا جماعة استوت عندنا تقريبا الفراخ، او يعني قربت تستوي. هناخد المشروم والفلفل الألوان، وهنقلبهم. مع بعض بهذا الشكل. طيب احنا دلوقتي عايزين، عندنا هنا خلطة يعني باردة، لان احنا عايزين نستعملها وهي باردة، فهي دي تقريبا خلصت عندنا اهي، بس بنسيبها على النار شوية لغاية ما تكمل الاستوى بتاعها. احنا في الفترة دي هناخد المية علشان نقفل هناخد دلوقتي جبنة كريمي، وهنحطها مع الخلطة بتاعتنا اهي. طيب دلوقتي هنشتغل على الخلطة اللي عندنا باردة، علشان احنا لازم نستنى لما تبرد، فخلينا كده ننظف هنا ونبتدي نشتغل. هنعمل ايه بقى؟ شوفوا، عايزة اوريكم ازاي هنعمل خليني بس دي تستوي شوية، ازاي هنعمل الفطاير بتاعتنا. طبعا عندنا هنا التوستر، لو موجود موجود، مش موجود بتقدروا على الشواية العادية، بنحطها على النار وبنعملها من الجنبين، دي اسهل لانه مرة واحدة كده وخلاص. هناخد بقى دلوقتي العيش اللي عندنا وهنقسمه من النص. شوفوا ناخد كده واحدة
ونحطه كده هنا. شوفوا هنعمل ايه. هنقسم العيش ده من النص، تمام؟ هقسمه بالشكل ده. هاخد النص كده زي ما هو، هتني الحتة دي بس كده شوية، بنتنيها كده. هاخد الخلطة اللي عندنا بحطها هنا، باخد حتة جبنة وبحطها هنا، وبنبتدي نقفل شايفين بنقفلها على شكل السمبوسك بالشكل ده كده. وبنيجي عند اخر حتة بشوية دقيق ومية كده بس، بنقفلها، تمام؟ ده بيكون شكلها عندنا اهي. نعمل التانية علشان نعملهم مع بعض. نحطها كده ودي كده، ناخد شوية نحطهم هنا، وناخد الجبنة كده. ونعملها بالشكل ده كده، وآخر واحدة كده. عندي بقى هنا زي ما اتفقنا يا جماعة الشواية، هناخد الفطاير بتاعتنا دول وهنحطهم هنا بالشكل ده. بتفتح منين هي بقى؟ من هنا. نحطهم كده وكده ونشويهم، بس بنسيبهم لغاية ما لونهم كده بيبقى محمر وكده وحلو، وده بيكون شكلهم في الآخر لما بيخلصوا.